بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم هبه من قناه بيتك اجمل. معايا النهارده وصفه سريعه وبسيطه جدا للقضاء على الناموس. طبعا كلنا بنعاني من الناموس، انا عن نفسي بقالي اسبوع بعاني من الناموس لحد ما وصلت للوصفه دي، وبجد قضت تماما عن الناموس عندي. كانت بنتي ملك في خدها كده 3 حبايات، ف صحيت من النوم لقيتهم فاستغربت، ففضلت ابحث لحد ما عرفت ان انا عندي 3 أو 4 ناموسات في البيت. طب هخرجهم ازاي؟ كل ما اجي اموتها ببتاعة الدبان مش ما بلحقش، طيب هعمل ايه؟ فبصراحة قدرت اتوصل على الوصفة ديت، وطبعا ما اقدرش ان انا اعرف حاجة من غير ما اقولها لكم. هي وصفة سريعة جدا وسهلة جدا، بس اهم حاجة لما تعمليها ما يكونش حد معاكي في الأوضة، علشان خاطر هي بتطلع كمية دخان كتيرة قوي، يعني عشان خاطر الولاد ما يتأذوش منها. انا لما عملتها خرجت الولاد وديتهم اوضة النوم وعملتها في الصالة وفي اوضة الاطفال. هي ايه؟ هي سهلة قوي. معلقة بن اللي هو القهوة اللي احنا بنشربها العادية، معلقة صغيرة او معلقة كبيرة على حسب المكان اللي انت تعملي فيه. لو واسع يبقى معلقة كبيرة، لو مكان يعني اوضة صغيرة يبقى معلقة صغيرة. وواحد فحمة عادي اللي هي بتاعت اللي احنا لما بنيجي نعمل كفتة ولا حاجة بنحطها على النار وبتطلع لنا الفحم اللي هو العادي دوت. طبعا كلنا عارفين الفحم، مش معرفش بقى في الدول العربية عندهم فحم برضو اسمه فحم ولا اسمه ايه، لو في حد بيتفرج عليا يقولي. بس كده هي دي الوصفة. طب هتعمليها ازاي او عملتيها ازاي؟ تعالي اقولك. انا هروح بقى دلوقتي اولع على الفحمة دي عشان نعملها مع بعض عملي وتبقى سهلة عليكي وتتفرجي عليها، علشان خاطر لما تعمليها صح. بصي دلوقتي بعد ما حطيت الفحم على النار وولعتها بالشكل دوت كده، طبعا ما تحطهاش في طبق بلاستيك عشان الطبق ما يسيحش منك، حاولي تحطيها مثلا في اللي انت بتولعي فيه الفحم، او لو عندك اللي هو ورق الالومنيا زي ده كده. هبدا انزل بقى بشويه البن عليها. بصي قد ايه الدخان طالع معاكي، الدخان دوت هيقضيلك على اي ناموسه عندك في البيت، هيقضيلك على اي حاجة عندك في البيت انت محتاجة اللي انت تقضي عليها، سواء تبان او هموش او اي حاجة في المطبخ. ساعات كتير عندنا لما بنحط حاجة في المطبخ ويبقى فيها هموش ملموم عليها بنبقى عايزين نطلعه مش عارفين نطلعه ازاي. صدقيني الوصفة دي حلوة جدا. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسيلي لايك، ولو اول مرة تشرفيني ما تنسيش تدوسيلي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.